هذه السنة عملنا على مشروع في إطار المشروع الكبير الذي يتحدث عن العلوم في البادية وقضية التنوع البيولوجي، فقد أنجزنا مشروع يجسد تلوث الغلاف الجوي بسبب الوسط الصناعي والحلول البديلة للحد من هذا التلوث. وقد جسدنا لكم هذه الكرة الأرضية التي هي تمثيل ملخص للمشروع، التي هذا النصف يمثل نصف حزين وملوث، والنصف الآخر يمثل ازدهار ونظافة هذا الوسط. ولقد قسمنا هذا المجسم إلى قسمين. القسم الأول عبارة عن وسط صناعي ملوث. القسم الثاني عبارة عن وسط بيئي نظيف. كما نلاحظ في الوسط الأول أن المصانع تطرح نفايات في هذا النار مما أدى إلى موت كائناته، وأنها تطرح أيضا انبعاثات سامة التي لوثت لنا الغلاف الجوي. كما نلاحظ تغير لون السماء من أزرق فاتح وصافي إلى رمادي، وأدت إلى ثقب في الأوزون، وأيضا مساهمة السيارات في الانبعاثات السامة. ولقد شخصنا هؤلاء الأشخاص التي ونجسد بهم معاناة السكينة، حيث نلاحظ هذا الشخص ذو الرئة والقصبة الهوائية السوداء في حالة متضررة، وهذا الشخص الذي يضطر إلى استعمال الأكسجين الصناعي. وللحد من هذه المشاكل يجب التكثير من التشجيع، وكذلك خلق مساحات خضراء لإرسال هواء صافي ونظيف، وكذلك هناك طاقات متجددة كالطاقات الريحية والشمسية والهيدروجينية، وكذلك حيوانات هروبها من هذا الوسط لأنها لا يمكنها العيش في هذا الوسط والتجأت إلى هذا الوسط لكي تعيش بسلام وهناء. نتمنى أن تصلكم الرسالة المبعثة من هذا المشروع.